الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وحين الأصعنا ما المهن دنباء إني السعدان كلما فربداً شرار ترابداً أولاليال حوغاً كواسيوه كسابساً حليتان يترتن لوغو جيرو مدحت النمو بارلمان أما قولد ديغان وحانين أوكسون هاي أيها المسلمون عباد الله قفكو إنو ضدك مسلمين تأرمه هذا مسؤول كنقضاء إنا يتهي أرين آدي آد علس ويوحا كدلنا يواتشبات يا حقوق آدوا وين مدحتني مدونا وحي وذاتا فتنوين بدن يا فوين على ترين كرين وحي صابوا نقطة تدك غير كودين اي دين تودا سيجيسو آخرة وصحي قادة شديدنا اي كتشيديسو إلهينا سبحانه وتعالى اي كفوغيسو إن اي بين شاقان أما كبير يسلوين أي قشو إن يضيعان حقوقي واتباد مدحتني ماذا كرد الله ريسا إن السميان مدحتني ماذا أوقيت وحي الله سبحانه وتعالى وكما منوعي وكحار أنتمي والوحد هذا صورتها قفك ومدى المسؤول نغضة والدين تودي الدنيا دود الله بضبا مسؤول كاه وحي كحما هذا إلهي سقوى الدين يوم القيامة يواجب كي ساهدين وحكا قبطه وحي كده يعمنا إلهي سبحانه وتعالى يوم القيامة مركا لهرق يوك لحصار طمي وارن عليس كيدو انتي أولاقي هاي وحي نبيذن الله سبحانه وتعالى ما انت هلقن كآخرين دوننا أحاديث كوبا مرك الله يقع حديثة ترد بدر رسولك عليه الصلاة والسلام وكجهد لي عليسك يا هالست عيلة هاي إن وقفكم مسؤولية قاضه ومدنا مدحه ونقضه قارهان قفكم أدوك صبيح وواجب كسارا يا هدو ضيع حقوق دا أرنت نوع عسياي كواجب نيسو حديثة مرك الله يقع حديثة النبي وكجهد لي مسألة يا ركوبان وعير ضدك وحكو حسوسين اينا يوم بين قنسة نكستو لي وانس الشرحية وارنت نوع عاسية واردائية وددالكو بحين يولا لو قلائية وكدك اللهم ايا حوليسا كو بحين ايا ارنت نوع عاسية ايا انو ما انت الله اللينا وانو حسوسين اينا وحاو كد دالية وحاو دونية عليسك أوليها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحرس مسلم وكوري صحيح ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة قف كستوى الرماها مسلمين توحكم إذا مسؤول كنغضة وان أد دالين سيدو حقوق دودة هي واجبات كودية الدنهود هي مصالح دودة وحقية كلها وان داعاد النقون دين تودية الدنيا دودة با چندد لما قلدت كمسلمين تامركة چندد قلان ساقوالغ الرئيبا مسؤولية داو كود دياعي حقوق دي واجبات كي سارا ايا صابو النقوطة مسلمين تمركة چندد قليان ساقو ينو كارو مرلبات بخاري مسلم وحيوريا انو رنبي محمد عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة قف كستعد مسؤول وغدقه مسؤولية مدوين بين نغن كرتا وقف كدت فربضان مضحه ونغضه مدكوين بين نغن كرتا وحديث غاركود طبعا قف قف كمسؤول كنغضه أيو النبي عليه الصلاة والسلام
culayska ay leedahay uu sheegay oo ku baraarujiyay qofka dad mas'uul noqda oo dhinta maalinta jashaysu ay gasho isagoo xuquuqdoodii iyo waajibaadkoodii diineed iyo adduunyaba aan gudin ilaahay subxaana wa tacaala jannada ayuu ka xaaraantimeeyaa ilaa xarama allahu calayhi aljanna waxaa looga jeedaa haashun lahum isagoo qishaya waxaa looga jeedaa wa huwa mudayicun lima awjaba allahu calayhim min ricaayati umuuri diinihim wadunyaahum ka dad madax u noqdo ajashiisu ay u timaado isagoo ah mid dayacay waajibkii ka saaraa arrimahooda diineed ilaalintooda iyo arrimahooda adduunyaba oo masaalixdooda dhowristooda alxasan albasri wuxuu yidhi isagoo qiso xadiidkan la xidhiidha sheegaya cubaydullaahi ibnu ziyaad ninkii la odhan jiray oo markaa amiira ayaa wuxuu booqday saxaabigii la odhan jiray macqil ibni yasaar oo haya xanuunkii u geeriyooday aanu kaba kicinba saxaabigaasi isagoo xaaladaasi ku jira oo aada u xanuunsanaya ayaa ninka amiirkaee soo booqday uu sheegay xadiidkan innii muxadiuka xadiian samictuhu min rasuulillah amiiro waxaan kuu sheegayaa xadiid aan ka maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam low calimtu anna lii xayaatan maa xadadtuka haddaan isleeyahay waad sii noolaanaysaana xadiidkaa kuuma sheegeen buu ihi laakiin waxaan isleeyahay xanuunkan ka kicimaysin marka waajib iyo mas-uuliyaddii gaadhsiinta ay saarayd ayaan gudanayaa marka le wuxuu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam se bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatih qof kastaba waxbaa loo diray qof walba wixii loo dirayna waa la weydiinaya yowma alqiyaama isagoo ilaahay subxaana wa tacaala hortaagan ina allaha saa'ilun kulla raacin can raciyatih adayaca dalika am xafida buu nebigu mar kale yidhi qof kastoo cid mas-uul looga dhigay waa la weydiinayaa ciddii mas-uulka looga dhigay waajibkii ka saaraa miyuu dayacay mise uu ka soo baxay faalimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatih madaxweynuhu waa mid ummadda madaxweynaha u yahay la raacshay oo lagu waajibiyey masaalixdooda diineed iyo danahooda adduunyo labadaba inuu ka shaqeeyo maanta sida aynu khudbado hore ku sheegnay dadka madaxda ama madaxtinimada doonaya badankoodu inay gutaan iska daaye maba dareensanaa ummaddan diinteeda waajibka koowaad inuu ka saaran yahay inay dadku diinta bartaan oo qofka muslimkaee madaxda u yahay ee sida uu u tukada aan garan ahayn in arrintaasi isaga qiyaamaha la weydiin doono dad badan oo madaxtinimada u ordaya maba dareensanaba kee caqiyadu ka xun tahay ka munkarka iyo xumaanta samaynaya inuu ka reebo arrintaasi uu kala dagaalamaa inay waajib ku tahay dad fara badan oo madaxa ama madaxtinimada u ordaya maba dareensanaa waxaanay ka muuqataa kuwa madaxda noqday marka ay faanayaan bal waxa ay ku faanayaan idinku eega markay ugu fiican tahay mararka qaarkood waxyaaba aan sax ahayn oo mabaadi kale ayaabay ku faanaan laakiin markay ugu fiican tahay waxa ay ku faanayn waa arrimo adduunyo waddaanu samaynay biyaanu waxa weeyaan dadka u samaynay caafimaadkaanu ka shaqaynay waxbarashadaanu ka shaqaynay inta badan maqli maysid iyagoo sheegaya waajibaadkii diiniga ahaa ee ummadda diinteeda ka saaraa waxay ka qabteen iyada oo waajibaadka dadka diintooda ka saarani ay ka waajibsan yihiin kana weyn yihiin kuwa dadka adduunyadooda ka saaran iyadoo adduunyadoodana mas-uul ay ka yihiin mar kale wuxuu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maa min rajulin yalii amra cashara famaa fawqa dalika nin kasta oo toban qof mas-uul ka noqda iyo wixii ka sii badan ilaa ata allaha maqluulan yowma alqiyaama yaduhu ilaa cunuqihi wuxuu yimaadaa maalinka qiyaamo ilaahay uu soo hor istaagaa isagoo xidhxidhan
وقعنتي سقورتي ساي كحرنت هاي فكه بره أو أوثقه إثمه وححرق سكفرة يوم القيامة وناقو السمية أدوية لأنتو تشوغي إما لحظة هو ها أما مسؤولك وكاها داتكاس مسؤولك وياهي أما وها حرق كسياتك يو كسي قيتشي دم بيقو قلي إولي باوكا قلي ومدى أما لحظة وياهي حوله دقاتي حقوق دو دي الديني دا ما أدوية وضيعي عدالة الردي وكما ملي ظلمي وقيستي كاسا حرق كسيات كينية أولها ملامة مدحتني مدى بلو قيد وعنان ودين كارك يددك مدح نقضى وحا كدعا عاية وعنان كدعا عيسى وحا عاي كدعا عيسى وأوسطها ندامة لحدة دون أول مرقو وإن بدانو مدح نقضى مركا وريني مدح نقضى ناد بيوتش عليواني كهلي ليا مركا أي هلان أو كفر حان مدى مركا هيان أي حال كودو waa uu noqdaya harageediga gaciliye maxay geey markay arkaan dhibaatadeedii kuleylkeeda markana akhiraba la gaarin intaan akhiraba la gaarin adduyada culayska iyo kadeedka ay ku leedahay markay arkaan wa akhiraha khizyun yawm alqiyama madaxtini mada qof kaan xaqeeda gudin ayu xadiidku u jeedaa akhir kadiye gabagabadeedu wa hoog iyo dulli akhiro إمام أحمد باوري وانا حديث صحيح وذلك سان عليس كاي ليضحي حديثك حتى وحوت المامية قفك حتى أدوية سيئة نفتي سيئة قلبي قيسة ملحتني ماذا إيه مسؤوليات وإنه دباتك وعيسو قارهان قفك الدمقان هي أندي حقوين مركة لو حر النبي عليه الصلاة والسلام سيدة إمام أحمد ومسند كيسة كوريي بلو في رسالة حديثك عليكم بالله ليتمنين أقوام ولوا هذا الأمر أنهم خروا من الثريا وأنهم لم يلوا شيئا حديث كان وحو كور رمي يدد أدوية مركي تشوغين مضحها وإلهي سبحانه وتعالى لهرق يوم القيامة سحال كود ونقونية وحي تعلان لهايين إني كسر دعي لهايين حدقها ورورصان اي سمدك ويالا وانا انا يسمدح نقدين هدي لورا لبا ريموت كلا دورتا ان سمدا لغا سو تورو او سمدا الا دولكا اد سو ويلان ويلاتو هو دا موقف كو غوغو ايا سوما تا دول بسو غاري هدو دول اسغو اسايسته سو غادرا qof samada ka soo dhacay qofka gurigan ka soo dhacay dhulka ku dhacay oo ogni waxa gaaraya qof samada ka soo dhacay maxaad maleeynaysaa bakadii la oran laha hadda ma hadda way macaanti wata loo ordayo wata loo dagaalamayo wata dadka qaar ko dad ay u leeynaan wata la lushka loo bixinayo wata loo dambabayo laakiin yawm alqiyama haqiiqadeeda ayaa qofki wax daanaysa bakadii la oran laha maalinka qiyaamada إن سمد لغا سو تورو إيو إن اد مدح نقطو ود مد مسؤول نقطو لبدا كلا دورو وحي دورن لهاين إن سمد لغا سو تورو وهي سمد إن لغا سو تورا و دبير ودي قفك نفتي سيو مي دبات غاريسا لكن عيد حقوق وهي ستا ما جيرتو لكن مركو مدح نقطو هدو دونا ادويا انتو جوغي وحيابا بدانو نعم كادو ياها هلو لكن سؤال انتين ليك بسوغية حساب انتين ليك بسوغية هدو حقوق دي واجبات كده يا عامد دول بوسميهي عقاب انتين ليك با إلهي سبحانه وتعالى هرتكو السوغية ساسي علوستهي ولهذا ددك إيمانك لها لك عبسك لها آخرة حصوصنا حقرنا انتا دو ياها قيمة درنة دقلنا ياها مركة آخرة لقرب ديقو inay doontaan iska daaye hadii la soo doonto oo la yiraahdo madax noqda way diidi jireen qaar kood hadii la yiraahdo garsoor noqo way dhuuman jireen way ka dhuuman jireen ninka madaxda ah qaar kood waxay oran jireen waxaan amiir oo ka codsanay arinta noocaas ee idiga cafido culayskeeda garniye
باشا وحا كو عراره سيدا حالات دو هاي وبدان تهاي وادعي كرتا قفك حالة ده قار كود انو سيراه دو اديقا مويان عيد الله صفات كي امضح كون نقول لها ايو مدد دين تيدي ادوية دو كو الان لها متشوكتو لكن سيدا ايما كاين نقا ينوغا مغتطر تنظر مضح تنمو اما مضح تنمو ده اللو ارده ايو وحي حالة ده كاسي وبدان تهاي dadka qaar qaarkood waa dhici karta niyo wanaagsan inay leeyihiin way isleeyeen meesha tago wax hagaajiya laakiin in badan calaamadaha ka muuqda waxay muujinayaan in aanay culayskeeda dareensanayn edef adduunyo oo inay ka dugsadaan oo ay ku gaadhaan inay doonayaan ilaahay bana subhanahu wa ta'ala way diisanayna inuu ina waafajiyo wixii adduunyo aakhiraba ina anfacaya wixii aakhiraba ina dhibayna ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu naga badbaadiyo أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي البخاري صحيح سكوري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستحرصون على الإمارة وحديد أنت ومديدو إلي كد دالان سداي مضح نقول لهايين وستكون ندامة يوم القيامة إمارة يا مضح تنمدى لورد يل كد داليا مروقا كدن بين دون تمالك قيامه فنعم المرضعة وبئس الفاطمة نوشي سدو وناك بدنا ناس كدي سدونا حمام بدنا ونوشي سو مضح تنمدو ناس معان بين لا دي هدوية مركلة تشوغولا تشقو لكن قفكو مركو كدقو أو بس قيري أي كحيس إلهي اللي هرقيو ويحي حقوقو كضي عي الظلم ويحي كسما يما دحتني ماذا أسيل هرقينو مركاسي حمان تيدو صوب حيسا ويحي وريا الإمام أحمدي الترمذي عن عمرو بن مرة أنه قال لمعاوية صحابي عمرو بن مرة ويحي كويري معاوية ومركا أمير المؤمنين إني سمعت رسول الله يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة ما تشير قف مضحة والبابك كحدة تدك باهم كوى باهيد ودو سيدر انتهي إيا كوى مساكين تاه إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته هذا يساقو سيدا إياه تدك البابك وكحدة وددك أيسوبة قاري وايان قارهان انت باهم يأتي العصب عيد وحويان باهيوه داي كلاحي ندانو إساقا أسوى قد بسنانو أصمين إلهي سبحانه وتعالى الباب دا الصمد وحو كحرا ننكا مضاح دا باهي ديس معنى هدو الدعاء استعادت الدعاء دي إلهي كاقبل مايو وهي إساقا هي أددكو مسؤولكا كا الباب دا كحرا وباهي دو دي إنو كتشوابو إساقا هي الديني صحابي معاوية يا أمير كامركو حديث كامقلي وحر الراويق فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس معاوية رضي الله عنه نندم بوح صاري ذاتك باهي يهود رضوالك حفيز كافردي ذاتك باهيها قباك والظلم قتر صنية هكو سوء قدبيان وهذه هكو سوء قرسيان كدبنا أنيقا يسوء قدبي وحاب داود وريي حديثك حديثكم عن دو فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم نك إلى هاي ضد مضح وقديقه والباب ده كحده باهيدودا الضران فقر جودا احتجب الله يوم القيامة دون حاجته وخلته وفقره إلى هين مالك قيامه وحويسك حجابا أدون كاسي باهدي سو إلى هاي كم تجوابه وعند أحمد عن معاذ رضي الله عنه قال من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة حديث كانوا حسين قاروا قال يا ضدك قوة العسى ضدك ما القبائك قوة مقع عليه قوة مضحدة انت بدن قفك مضحدة ومسؤولك ودائي أمران به لي لكن ضدك العسى عيدوا قيسان عن هلهين أما باهيدوا ذو قد بسان هلهين قوة سوى الدياع ميان وعلى رسولك عليه الصلاة والسلام قفك وح أمد الرماه هذا كم إذا مسؤول كنقطة؟ ها
همودن يا عبد الله مدحوينيو وسيريو نين بارلمان كجرا ما قول ديغانيو كوا سو قورين حديثن لا هادليس حديثن وحي لا هادليس قف كستا او مسؤول نوقدا دد مسلمين تيرو هبا كوبنات هن نوقدو معمولها مدرسه اما اسكولك كشركه مسؤولك كا هدي واشمانكا يا دروالكا يا ايران تمشى نظيفيسه يا كوا تاغتا دران اي غاري كاري وايان البابده وكخيدو ودنهود اي شيغان كاري وايان عيد اي كلا خيلان نانو وسمين اسغا لفتي سو سوغليا قف كاستو مسؤولا يا سوغليا فاحتجب عن اولي الضعفه والحاجه واسكح حجاب البابده كخيدا كوا تاغ درادا يا باهيدا وصاحبك احتجب الله عنه يوم القيامة إلى بأسك حجاب مالك القيامة وبايه إنسان كالجواب وأنا حديث صحيح حديثها سقفك استو إيمان له وحيكو كلفة إساء إن أنا كد دالين ضدك إنه مسؤول النقضه إلا حالة دقارة وبإذن الله سبحانه وتعالى خد بضاء صوص عدائن كل شيء قدونا موياني قفك مسؤول نقضينا أرنت النوع عاسية قاريبة وحيكوا أجيبين إساء إن دادك مسلمين تا مصالح دود الديناد هي مصالح دود الدنيا با سيد دوين ولا صعدة سلمر كا وحنا وكقبته وباهيه دو كتوابه بإذن الله سبحانه وتعالى خد بدل صعدة وحينو كجهد للدون مسألة كوسا بصن ما بنان تا يقف كينو ما دحتني ما دونت وراه ده ما دح الله يقدر وشرع على السلامكم حيك قبته إلهي سبحانه وتعالى هنا جارسي أنت نورنا إلهي نقوم فعل اللهم صل على نبينا محمد وعلى نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.